دونك السلام عليكم في هذا النوفو كور ديال الميكانيك كوانتيك جوج اللي كيتقرا جو بونس في اس 5. دونك من بعد ما هضرنا على الميكانيك كوانتيك واحد غتلقاو لي فيديوهات ديالها في الليان. دونك اول حاجه ما تنساوش تخليو لنا شي ابوني وشي كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه, والكور غادي تلقاوه في لاباج فيسبوك. دونك غتلقاو في فيسبوك بي ان ساينس. دونك انا غادي تلقاو هاد الكور اللي غادي نهضروا عليه اللي هو ديال البروف بيان سور انوار جوريو ديال بروفيسور فلا اف اس بي ان. دونك نبداو على بركة الله. اول شابتر غادي نهضروا فيه هو لي برينسيپ دو باز ديال لا ميكانيك كوانتيك. ديجا درت على هاد البوتي رابيل في الكور ديال الميكانيك كوانتيك 1 اللي كتقرا في الاس 3. دونك غادي نحاول ندير غير واحد رابيل دغيا دايز. دونك كنعرفوا اول شابيت غادي يكون هما لي فوتون. كنعرفوا بان الفوتون هو اون بارتيكول اللي ما عندهاش لا ماس اي سون شارج, ما عندهاش لا ماس او روبو بيان سور, وعندها اون انرجي اللي هي كونتيفيي. فاش كنقول كونتيفي يعني بار كات ايشانجي بار دي كوانتا, يعني بار دي كونتيتي اللي هما بيان ديفيني. ما يمكنلاش سبيكتر ديالو ماشي كونتينو, يعني سبيكتر ديالو راه شي حاجه ديسكري. يعني مثلا هنا هنا هنايا انتردي مثلا في هاد لا ريجيون هادي, هادي امبوسيبل تلقى لينيرجي ديال الفوتون مثلا في هاد لو دومين هذا. كتلقى مثلا غير هنا ولا هنا ولا هنا, يعني هنا كنقول بان لو سبيكتر مالو الي كونتيفي. دونك لينيرجي ديالو هي اش بار اوميغا. توت بارتيكول كنعرفو بان بوسيبل بان اي بارتيكول او اوند كي بورتوز واحد الكوانتوم دينيرجي اللي هو اش بار اوميغا. لو فوتون كيما قلت اون بارتيكول سون ماس ولا ني او روبو, مي فاش كيتحرك لينيرجي ديالو يعني سي لو موفمون سون لينيرجي تكون هي اش بار اوميغا. كنعرفو بان لينيرجي ديال الفوتون دابخي لا غولاتيفيتي هي ام سي كاري, دونك ام كتساوي اش بار اوميغا سور سي او كاري. دونك هادي هي لا ماس ديال الفوتون فاش كيكون او موفمون او لا ماس ابارونت ديال الفوتون. دونك كنشوفو بان اليتا ديناميك يعني فاش كيتحرك لو فوتون اي سو كومبورت كوم سي لي بوسيد اون ماس, يعني بحال اللي عنده اون ماس. Donc la constante avec h bar oméga, bien sûr, il y a la constante de Planck. Déjà, je te l'ai dit. Donc, dans le cas général, une particule de vitesse v, on peut exprimer la quantité de mouvement et l'énergie d'elle. Donc, on peut exprimer la quantité de mouvement et l'énergie d'elle d'après l'équation. Donc, en dessous, le cours de l'année. في هنايا كيدير الوقت شوية نمشي مشكل ندوزو دابا للحالة الثانية نشوفو التعبير ديال لينيرجي دان فوتون. كيما قلت اي بارتيكول دو ماس ام لامبولسيون ديالها ولا لا بي ديالها كتكون كتساوي هي ام زي ام 0 فوا لا فيتاس ديالها سور هاد الكوفيسيون اللي هو غاما. دونك يمكن لي نكتب بان بي هي غاما فوا ام 0 فوا في افيك غاما بيان سور. هذا هو لو فامو ماشي كونستانت, لو فامو فاكتور ديال لورانس. دونك كتساوي في كاري سير سي كاري. دونك هادشي كامل جاي من لا ريلاتيفيتي, حيت كما كتلاحظوا غير من هاد الفاكتور هذا غادي يبان لكم بانه باش يكون المقام يكون غيال خص ضروري تكون في مالها صغر من سي, يعني الفيتاس ديال اللوميير الفيتاس ديال اي بارتيكول خصها تكون صغر من سي باش تكون هاد العلاقه محقه. يعني من لهنا خرجنا هذاك لو فامو برينسيپ ديال لا غولاتيفيتي بان اي حاجه لا فيتاس ما عمرها ما يمكن لي نوصل لا فيتاس ديال اللوميير, حيت الا كانت في هنايا كتساوي سي. دونك كما كتلاحظوا كما فين غادي يمشي غادي يمشي لانفيني سو كي امبوسيبل. دونك منطلقا من هاد العلاقه كنبينو بان لا فيتاس ديال نامبورت كل بارتيكول خصها تكون انفيريور ا سي, يعني بحال اللي قلتي سي الفوتون هو اللي عنده الفيتاس الكبيره كاع. و باش يمكننا نفهمو دونك هي باش نفهمو هاد القضيه ديال الفوتون عنده الفيتاس كبيره بويسك بان الفوتون قلنا لا ماس ديالو هي زيرو اوروب, يعني هو غادي هو اللي غادي يكون اخف حاجه في الكون. دونك اخف حاجه في الكون بيان سور غتكون هي اللي عندها اكبر فيتاس في الكون. دونك هنايا يمكن لي نفهمها هكا. بيان سور هادشي عنده علاقه بلو شون دو اكس, ما غاديش ندخلو في هادشي حيت هاد اكس هو اول واحد فسر شنو هي لا ماس.
دونك فسر بان لا ماس هي الانتراكسيون ما بين لي بارتيكول، كيعتبر دونك في هاد لا تيوري ديال هيكس كيعتبر بان جميع لي بارتيكول ما عندهمش ماس، واللي الانتراكسيون ديالهم مع واحد لو شون اللي كيتسمى لو شون دي اكس هو اللي كيعطيهم لا ماس. الفوتون بويسك ما كي انتراجيش مع لو شون دي اكس بويس دونك ما عندوش لا ماس. دونك هاكا يمكن لي نفهم هاد لا ماس. دونك هذا هو اللي يحاول يفسر ليا شنو هي لا ماس، علاش لا ماس دي بارتيكول مثلا كتبدل لا ماس. دونك فسر ليا اللعبه ديال لا ماس هو لو شون دو اكس. غير باش نزيدو نفهمو هاد اللعيبة ديال إكس، كيعتبر إكس مثلا باش نفهمو هاد القضية، كيعتبر مثلا عندك جوج ديال الناس غاديين في التلج، واحد عنده هادوك عرفتو دوك الصباط الشباك الكبار اللي كيلبسوهم، وواحد غادي بالسكي. شكون اللي كيمشي مسجهد في هاد التلج؟ دابا التلج ديالي هو لو شون دو إكس، التلج ديالي هو لو شون، هو اللي غادي يمثل ليا لو شون دو إكس. وهاد بنادم هما لي بارتيكول. مثلا هاد بنادم هذا كيمشي في الثلج بالسيف، يعني بحال اللي عنده، دونك كيبان لي انا بحال اللي عنده واحد لاماس، مكتسب واحد لاماس. اما هذا بلوس كيمشي بالزربه، يعني ما كيانتيراجيش ما بين مع لو شون، يعني لاماس ديالو بحال اللي كيبان لي انا بحال اللي خفيف عليه، كيمشي بالزربه حيت خفيف. دونك هادي هي البيكتشر باش كيبان لي لو شون ديال اكس، باش كنفهمو شنو هي لاماس. هادشي بين قوسين بيان سور. نزيدو نكملو القضية ديالنا. دونك يمكن لي نعرف لينيرجي، من بعد ما عرفت لامبيسيون يمكن لي نعرف بأن لينيرجي هي ام زيرو سي او كاري بيان سور على هذاك الفاكتور ديال لورنس او لا ديال اينشتاين اللي بغيتي تسميه. دونك او و بي هادو كيتحفظو، دونك هي ام غاما ام زيرو في. يمكن لي نلقى علاقة بيان سور ما بين بي سور او، نلقاها هي في sur C. Donc à Chilikain, donc a dit pour une particule quelconque. D'abord, je vous parle comme je vous ai. Pour un photon, il est quand V qui est égal à C. Je ne dis ni E, nous allons ramener de la relation. On va dire que C, je ne dis ni C est égal à C. À ce qu'allez P sur E qui est égal à 1, yani. On a blessé, blessé, on a raconté une erreur. On a resté au carré. Je commence à comprendre. ها هي واحد سي او كاري، دونك كتختز ليا سي مع وحده، دونك كتبقى لي بي على او كتساوي واحد على سي، دونك او كتساوي بي فوا سي. دونك هادي بوغ لو كا ديال من ديال لو فوتون. نحيد هادشي كامل. دونك هادي قلنا كما قلت بوغ لو كا ديال الوحيد ديال الفوتون. ها هي لا سوري. Pour une particule quelconque, يعني particule quelconque, هذه العلاقة لي جينيرال. يعني إذا كانت particule عندها une masse m, m0, la relation de l'énergie هي هذه هي p كاري c كاري plus m0 كاري c4. هنا عندي واحد الـ e او كاري، دونك هذه l'énergie جاتني من la relativité bien sûr. كما قلت إذا كانت m0 est égal à 0، دونك e غتعطيني p fois c. دونك la théorie du photon est régie par deux grandeurs. دونك كما قلت الفوتون شنو خصني نعرف عليه؟ خصني نعرف عليه لينيرجي ديالو، وخصني نعرف عليه لامبولسيون ديالو. دونك هادو هما جوج ديال الحوايج اللي خصني نعرف على على الفوتون ديالو. الحاجه الثانيه هي لا دواليتي اونت كوربسكول. دونك غادي نهضروا، ديجا درت على هذا الشيء، دونك اللي مازال ما شاف هذا الشيء او لاول مره يقرا الكوانتيك واحد جوج، ننصحو يدوز الفيديوهات يقرا الكوانتيك واحد عاد باش يزيد يفهم هادشي مزيان. دونك شنو كيقول لي دو بروي في لا جينيراليتي سور لا دواليتي اونت كوربسكول؟ كيقول لي بان نامبورت اشاك بارتيكول دو ماس عندها اون ماس ام اي دو فيتيس في، كان اسوسي ليها واحد لوند اللي هي الكترومغنيتيك. يعني هنا عندي دواليتي اونت كوربسكول، يعني اي بارتيكول اللي تاسوسي ليها واحد لوند تبعها، ولا لونغور دوند ديال هاد لوند بلانك اللي هي هاش على ام في. دونك لاندا ايتيكال ا اش سور بي اللي هي اش سور ام في. و الكا ديالها يعني الفيكتور دوند ديالها، كنعرفوا بان العلاقه ديال الفيكتور دوند ما بين كا ولاندا هي هادي، كا ايتيكال ا دو بي سور لاندا. دونك يمكن لي نقول هي دو بي، دونك من هنا نخليها هكاك حسن. دونك يمكن لي نستنتج بان بي انطلاقا من هاد جوج، انطلاقا من هاد جوج يمكن لي نستنتج بان بي هي اش بار كا، بي هنايا فيكتور لي بغيتو ديرها. دونك نحاول نقصو السايز. اوكي، دونك هادي هي العلاقة
ما بين الامبولسيون ما بين الفيكتور دون. ندوزو للوا الثاني اللي هو لوا دو ماكس بلانك 1905 كيقول لي بان توت بارتيكول بوسيد ان كوانتوم دينيرجي اللي هو اش بار اوميغا. دونك اي بارتيكول كما قلت في الاول، في الاول هضرنا غير القضيه ديال لو فوتون، قلنا بان الانرجي ديالو كونتيفي. دابا هنايا ماكس بلانك غادي يقول لي بان اي بارتيكول حتى هي عندها الانرجي ديالها راها كونتيفي. ندوزو الكور الثالث دونك كما قلت هاد العلاقات راه يمكن لكم ديمونطريو عليها. مثلا لاندا كتساوي سي فوا تي، دونك هادي بالنسبة لوكا إلا اعتبرت في هي سي بيان سيغ. بالنسبة لوكا ديال الفوتون دونك فيتاس كتكون هي سي، هادي بالنسبة للفوتون. دونك يمكن لي نستنتج علاقة ما بين لاندا وما بين الدور اللي هو تي. دونك لاندا ايتيكال على سي سيغ او. من جاتني هاد العلاقة كنعرفو بأن كما قلتلكم بأن او ايتيكال اش بار اوميغا ايتيكال اش بار. وشنو هي اوميغا؟ بيان سور اوميغا هي سي سي سور اوميغا هي دو بي لاندا او لا دو بي سي سور لاندا. اوكي دونك هي هاديك دو بي سي سور لاندا. شنو يمكن لي ندير هنايا؟ اش بار هي اش على دو بي في دو بي سي سور لاندا، تمشي لهادي مع هادي تبقى لي هي اش سي سور لاندا. دونك انا خرجت غولاسيون ما بين لينيرجي وما بين الفيكتور دونت. دونك هنا هاد العلاقات خصهم يكون عندي ديجا في دماغي، خصني نعرف العلاقة ديال كا اللي هي بيان سور دو بي سور لاندا. شنو كاين عاوتاني؟ اوميغا هي دو بي نو و نو هي سي سور لاندا. اوكي دونك نو هي سي سور لاندا. دونك هاد العلاقات راهم ساهلين. كما قلت بان هاد لاندا هادي راه هي لو فيكتور دوند اسوسيي ا شاك بارتيكول. دونك سي اون سي بوز الى سي بوز هنا بان لا ديمونسيون ديال لا بارتيكول هي دي، دونك نعرفو بان اي بارتيكول عندها اون ديمونسيون، يعني بحال اللي قلتي شنو هي لا طاي ديالها، نفترضو انه هو دي. دونك الا كانت هذيك لا طاي ديال هذيك الحاجه اللي غادي تدرس تقريبا كتساوي دي، يعني نفس عندها نفس ديمونسيون مع لا لونغور دوند. شنو هذيك الساعه خصني ضروري ندوز من لا ميكانيك كوانتيك. مثلا الكترون كنعرف بان الالكترون ديمونسيون ديالو هو 10 من لامسترونغ، والفيكتور دون ديالو حتى هي من لامسترونغ. دونك دي كتكون تقريبا كتساوي لاندا. دونك هذيك الساعه خصني ضروري فاش نهضر على لي الكترون خصني نهضر على الميكانيك كوانتيك. الا كانت دابا دي تري سوبيريور على لاندا، دونك هذه بحال اللي كتقول لي لا ليميت فوقاش كنخدم لا ميكانيك كوانتيك وفوقاش كنخدم لا ميكانيك كلاسيك. مثلا خديت كره مثلا الغبره ان بوسيير، بوسيير كنعرفو بان ديمونسيون مثلا ندير واحد الغبره بوسيير شي حاجه بالمليمتر. اوكي دونك كنعرفو بان المليمتر راه كبير بزاف على دونك راه شي حاجه كبيره بزاف. دونك هذيك الساعه الغبره ما غاديش ندرسو بلي ما نخدمش لي لوا ديال الكوانتيك، هذيك الساعه نخدمنيش انا غير لي لوا ديال الميكانيك كلاسيك. دونك هاد لا ديمونسيون ديال لوبجي هي اللي كتقول لي شنو غادي تخدم، واش الميكانيك كوانتيك ولا لا ميكانيك كلاسيك. ها شنو قالوا لي هنايا؟ سي دو تان اليا لو فينومين دو ديفراكسيون اي انتيفيرونس كي ديفيان امبوزي. دونك هادشي اللي قلت فاش كتكون دي الى عقلتو فاش كنا كنديرو في لوبتيك اونديلاتوار اللي قريناه، فوقاش كنهضر على لو فينومين دو ديفراكسيون او لا ديال لانترفيرونس. الا فاش كتكون مثلا هاد ديمونسيون ديال هادي ديال هاد الفتحه اللي هي ا، فاش كتكون ديمونسيون ديال الفتحه اللي هي ا، وهنايا مثلا عندي واحد لوند كاركتيريزي بواحد لاندا. دونك الا كانت ا تقريبا نفس ديمونسيون مع لاندا كيكون عندي فينومين دو ديفراكسيون او لا لانترفيرونس الا خديت جوج ديال الفتوحات هنا لانترفيرونس. و الا كانت عندي بيان سور كبرت هاد الفتحه طلعتها كبيره بزاف، هذيك الساعه ما غاديش يكون عندي ما يمكنليش نشوف الفينومين دو ديفراكسيون لا لانترفيرونس.
D'abord, ندوزو الحاجة المهمة في الميكانيك كوانتيك هي لا نوتاسيون ديال لي فونكسيون دوند. اون فونكسيون دوند غادي نشوفو شنو هي لانتربريتاسيون ديالها فيزيك ولا ستاتيستيك. كنعرفو بأن اون بارتيكول ليبر هادي اللي مازال ما شاف هاد لي بارتيكول ليبر علاش اختاريت هاد ليكسبريسيون في لا بارتيكول ليبر راه ديجا درتو في الميكانيك كوانتيك واحد. قلنا بأن لي بارتيكول ليبر كتأوبي لا ليكواسيون دو شرودينغر. دونك اي حاجة كتكتب على شكل ا اكسبونسيال اي اوميغا تي موان كا ار هادي كتسمى اون بارتيكول une onde plane, donc elle dit une onde plane ou une partie une onde plane normalement. Quand tu viens, qui m'a dit dans le cours l'ouel, bien l'onde plane, la particule libre, il m'a dit de dresser une particule libre. Maintenant, on dit واحد. Je m'en dis particule libre, يعني ما عندهاش l'interaction, ما كاينش interaction ما بينها وما بين les particules voisines ديالها ولا ما بين الميليو ديالها. Donc on dit bien le potentiel ديالها كيساوي 0. هذه هي معنى particule libre. Quand tu viens, bien la particule libre يمكنني ندرسها انطلاقا من لي زوند بلان. يعني لي زوند بلان يمكن لها توصف لي الحاله الكميه ديال البارتيكول اللي هي ليبر. افيك ا هي لامبليتود بيان سور وهاد الاخر هو يكون هو لا فاس. دونك لا بروبابيليتي دابا غادي نهضروا شويه على لا بروبابيليتي دو تروفي لا بارتيكول دون ان ليمون دو فوليم. يعني شنو هو الاحتمال باش نلقى مثلا واحد البارتيكول؟ عندي واحد البارتيكول في الاسباس ياك، هذا هو الاسباس. انا قلت لك شنو هو الاحتمال، الاحتمال باش تلقاها مثلا في هذا لو فوليوم، هذا لو فوليوم سميتو دي دفي. هنايا الكوانتيك كتجاوبني على هذا السؤال، كتقول لي شنو خصك دير، دير بان دي بي كتشد هذاك الفونكسيون ديالك الفونكسيون دون كدير لها او كاري وكتضربها في دي دفي. ولا بغيتي الاحتمال كدير لانتيغرال دي دفي. دونك هذا الخارج ديال هذا اللي هو عدد كينتمي لار بيان سور، شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني شنو هو الاحتمال باش نلقى واحد البارتيكول في واحد الفوليوم دي دفي. واش نلقاه الا كان كبير مثلا لقيتو 99%، يعني البارتيكول 100% راه تقريبا كاينه في شي قن ثاني. ولا لقيت مثلا 0.1% 0.1%، يعني البارتيكول صعيب نلقى البارتيكول في هذا الفوليوم هذا. اوكي دونك هادشي اللي كاين. دونك لا فونكسيون دوند اي كاركتيريزي. دونك انا عرفت لانتربريتاسيون ديال فونكسيون دوند. دونك شنو كتعطيني لا فونكسيون دوند اللي مازال ما فهمتش شنو هي لا فونكسيون دوند؟ شنو كتعطيني؟ كتعطيني لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال واحد لا بارتيكول. دونك هادي لانتربريتاسيون فيزيك ديال لا فونكسيون دونت. بيان سور الا قلت لك شنو هو الاحتمال باش نلقى بارتيكول، الا قلبت الكون كامل، قلبت الكون كامل سيغ لونيفير ديال واحد بسي او كاري دي دفي، شحال تكون الا قلبتي الكون كامل؟ انت عندك واحد البارتيكول ياك، عندك واحد البارتيكول كاركتيريزي بواحد بسي ياك. قلت لك انا قلبت الكون كامل، شنو هو الاحتمال باش نلقى؟ هو واحد. هذه كتسمى لا كونديسيون دو نورماليزاسيون. اوكي بيان سور راه باينه فيزيك واش كتعني قلبتي الانتيغرال، هي قلبت فاش كتشوف الانتيغرال على دي دي في، يعني قلبتي في هذاك دي دي في. دابا انا قلت لك دي دي في ديالك هو لونيفير كامل، يعني وقلت لك شنو هو الاحتمال باش تلقاها، غادي تقول لي بيان سور هو واحد او لا 100% اللي بغيتي. دوزو دابا كور ثلاث غادي نحاولوا نزربوا على هادشي كامل هاد الليله. واقيلا كيبان لي انا غادي نزرب عليها هاد الليله. دونك كما قلت الا قلبت في لاسباس اونتي درت بسي كاري، دونك هذيك الناس سميناها لا كونديسيون دو نورماليزاسيون بسي. دونك هاد بسي ار تي il peut être obtenu à partir des conditions initiales. يعني الا عرفت بسي في لانستون ار 0 في لا بوزيسيون ار 0 في لانستون تي 0 يمكن لي نلقاها في لانستون. دونك الا عرفتي بسي يعني الفونكسيون دون ديال واحد لا بارتيكول في واحد البوزيسيون ار 0 حسبتيها في واحد لانستون تي 0 راه يمكن لك تلقاها في نامبورت كيل تي. شنو خصني ندير؟ بيان سور خصني ايكواسيون ياك باش تلقى مثلا تنطلق مثلا الى عقلتو في القذيفه كنا كان خصنا في 0 وخصني الفا. يمكن لي نستنتج في دو تي، يمكن لي نستنتج معادله المسار اي دو تي. وانا شنو كنت كنخدم؟ كنت كنخدم لا لوا دو نيوتن. دونك هنا شنو غادي نخدم باش نلقى نطلق من بسي ار 0 ل تي 0 ل بسي ار تي؟ خصني نخدم ليكواسيون دو شرودينغر. دونك ليكواسيون ديال شرودينغر هي تعطيني ليفولوسيون ديال الفيكتور دونت او لا الفونكسيون دونت في لو طون او في لاسباس.
Donc, il y a l'équation de Schrödinger. Il y a IH bar, la dérivée partielle. Elle dit que c'est l'équation de Schrödinger. C'est bien bien dépendant du temps. Il y a une dérivée partielle par rapport au temps. L'équation de Schrödinger. Quand déjà quand on a l'équation Schrödinger, qu'abel Schrödinger, mais quand on a l'équation liée à l'espace réel, liée à l'équation de la chaleur ou l'équation de Fourier. L'équation de Fourier ou l'équation de propagation de la chaleur, il y a l'équation wahid qui est jumelée une dérivée partielle par rapport au temps, mais une dérivée par rapport à l'espace au carré. جا شرودينغر بحال اللي قلتي هادي في ليسباس ريال شرودينغر حطها في ليسباس اللي هو كومبلكس عليها زاد لي واحد الاي اتش بار لا ديريفي بارابور او طون زاد لي هنا بسي ايت ايغال مثلا في اون ديمونسيون ندير لا ديريفي بارابور اكس اري بارابور ا بسي اوكي دونك هادي غير زيد دو ماركوم اتقلب على ليكواسيون دو فوريه ولا ليكواسيون دو بروباغاسيون دو لا شالور غتلقى كاين واحد العلاقه ما بين ليكواسيون شرودينغر وما بين هذيك ليكواسيون دونك هنا غادي نعتبر بان البوتونسيال كاين يعني ني با ديفيرون دو زيرو La particule est libre, je nous dis la particule est libre, il y a une force. Quand on sait qu'il y a une relation entre la force et le potentiel, il y a moins grade V. Et là, quand F est égal à 0, il y a V est égal à 0. Donc, quand on fait l'équation, il y a une particule libre. Donc, il m'a dit l'énergie totale, il y a dit, il y a une particule libre. Il y a l'énergie potentielle d'IELHA, il y a 0, donc elle se parlerait une énergie permocinétique. Il y a E d'IELHA, l'énergie d'IELHA, il y a H bar carré, K au carré sur 2M. Mais je vous ai dit la qu'on a fait bien P, je vous ai dit que P, il y a H bar K. Donc elle s'est dit qu'il y a H bar K, il y a H. La relation E, mais en fonction de K, c'est la fonction dispersion de la particule. Alors, dit chouf ou abzaf, que ce soit la physique des matériaux ou la physique de la matière condensée, qui prégoule que c'est E en fonction de oméga, ou la E en fonction de K, elle dit qu'elle se met une relation de dispersion. Dispersion. Est-ce que je vous dis à l'âge de dispersion, est-ce que je vous dis à la kamabine les propriétés de le milieu, ou bien la propagation de la lande avec le milieu? دونك من هنا يمكن لي نسنتج شنو هي اوميغا اوكي دونك هادشي في لا ميكانيك كلاسيك في لا ميكانيك كلاسيك كنطيحو في هادي اش بار كا او كاري دوزيام دابا انا كنعرف في لا ميكانيك كوانتيك بان هاد كا هذا مالو راه كونتيفي كنا كنقول بان كا راه كونتيفي او لا او راه حتى هي كونتيفي دونك شنو قلنا هنايا هنا كنلقاو العلاقه شنو هي بي مثلا اي اتش بار او ميكانيك كوانتيك اون اسوسي على لوبيراتور اي اتش بار ديريفيتي لامبولسيون اون اسوسي لوبيراتور اي اتش بار لاندا دونك هذا هو بي نابلا او كاري هي الدلتا نورمالمون هي لوبيراتور دو لابلاس يعني ديريفي او كاري بارابور اكس كاري بارابور اي كاري بارابور زد كاري دونك بي او كاري الا بغيت بي او كاري غادي تجيني هي moins i h bar nabla au carré, كل شيء au carré. Donc, ça t'a dit, il y a au carré, donc ça t'a dit moins h bar carré fois h. Nous avons donc le donc nous avons ce qu'on a fait, je marche, je fais un petit peu, je vais vous dire, nabla, l'opérateur nabla au carré, ou l'opérateur de la place, il y a la dérivée au carré par rapport à x carré, par rapport à y carré, par rapport à z carré. Au p, ان اسوسي ليه دابا هو اي اتش بار نابلا دونك انطلاقا الى بغيت بي او كاري غادي ناسوسي ليه هو موان اتش بار كاري نابلا او كاري قلت لكم هو الدلتا دونك تجيني هي هادي احنا نقول لكم هنا بحال غادي نلقى غادي نحاولوا نلقى واحد لا غولاسيون ما بين لي زوبيراتور اللي كنخدموا بهم في لا فيزيك كلاسيك اللي هما بي والاو ولقاو لا غولاسيون شنو هي ليكيفالون ديالهم في لا ميكانيك كوانتيك Donc, il m'a dit P au carré. Donc, P au carré sur 2M. Donc, il m'a dit que je vous dis que E est l'énergie totale de la particule libre de la mécanique classique. Il y a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et là, quand c'est particule libre, je vous dis que l'énergie potentielle est qu'on peut être 0. Donc, elle se parlerait l'énergie cinétique. Ou je vous dis que l'énergie cinétique est P carré.
sur 2m. Ou je peux mettre comme p, il a sa barre de n p et m moins i h bar nabla. Donc, on va tirer la relation de passage. Donc, d'abord, on va mettre e, et d'abord, on a opérateur. On a opérateur. On va mettre i h bar nabla. Je vais mettre opérateur, il y a une chose qui est en train de se faire. علاش حيت نابلا بي مثلا بي بي بوحديتو في لا ميكانيك كلاسيك راه غروندور سكالير راه سكالير يعني عدد فاش كنقول لك لا فيتاس راه عدد اوكي عدد ولا متجه اللي بغيت يعني شي حاجه كتنتمي لار وشنو الفرق و لوبيراتور شنو هو لوبيراتور لوبيراتور مثلا فاش كنقول لك ديريفي بارابور اكس واش هاد الكتابه عندها معنى ما عندها حتى معنى وانا خصني الا قلت لك الديريفي ديال اف بارابور اكس هذه عندها معنى يعني لوبيراتور بوحديتو راه ما عنده حتى معنى خصني ضروري نزيد قدامه شي حاجه دونك دابا غادي نكتبوا او او دابا الا طبقتها على بسي هنا او راه كنقصد به لوبيراتور او ماشي يعني هو بي او كاري غنسميها كا بي او كاري على دوزيام فوا بسي شنو غادي تجيني شنو هي بي او كاري على دوزيام شنو قلت لكم بي او كاري قلنا هي موا اش بار كاري فوا la dérivée au carré par rapport à x carré au carré y carré au carré z carré on va dire que comme je disais la fonction de onde psi c'est ce qu'on peut dire il y a i h bar fois i h bar la dérivée par rapport au temps on va dire que je vois deuxième année donc un deuxième i h bar la dérivée de psi par rapport au temps donc il y a l'équation de Schrödinger. Donc, il y a des démonstrations de l'équation Schrödinger. Schneider Schrödinger, le génie Schrödinger, ou Atabar Bien Khtar, Atabar Bien Schneider, l'onde plane, les ondes planes, elle a déjà qu'on a refoulé les ondes planes. Les ondes planes, elle a génie l'électromagnétisme, elle a rappelé la mécanique quantique, donc, elle a des ondes planes qu'on a refoulé l'expression de l'homme. Psi ou la phi, mais on dit ma phi, r de t, qu'est-ce que c'est que c'est a exponentielle i oméga t moins r ou la k fois r. Ok, donc c'est que comme j'ai le mécanique. Donc je n'ai pas dit Schrödinger, il a dit qu'il a dit le had phi par rapport au temps, je n'ai pas dit j'ai dit i oméga nit fois had phi, il a dit que c'est l'expression, 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 نضرب هنا في اي اش بار شنو غادي تجيني اديني هي موان اوميغا في اش بار متفقين على هذا الدرع دابا غادي يدير عاوتاني لا ديريفي بارسيال بارابور مثلا نعتبر هنا عندي غير اكس يعني كا فوا اكس كا اكس فوا اكس يعني عندي غير اون سول ديمونسيون يدير ديريفي او كاري بارابور ا اكس كاري ديال في شنو غادي يلاحظ عاوتاني هنا ما تنساوش راه عندي اي عليهم كاملين دونك غادي تجيه واحد الاي واحد الاي دونك غاتجيني واحد الموان ك غادي تهبط ليا جوج مرات دونك تجيني ك او كاري في اوكي دونك هنا غادي يلاحظ بان العلاقه ما بين هاد ليكسبريسيون الاولى وما بين ليكسبريسيون الثانيه هي ليكسبريسيون ديال ك شنو هي ك هي قلت لكم 2 بي سور لاندا اللي هي شنو هي اوميغا دونك ك هي نمشيو غير بشويه مازال كيتنساو لي هادي قلنا اوميغا هي 2 بي نو اللي هي دو بي سي سور لاندا او لافي سور لاندا دونك كا هي دو بي سور لاندا قلنا هي دو بي سي سور اوميغا تمشي لهادي مع هادي اتقالي هي اوميغا سور سي او لا اوميغا سور لا فيتاس هنا اشبار كانت مازال ما دخلها مازال ما دخلات اشبار دونك شنو غادي نستنتج بان هنا واحد لا فيتاس نسيت راه مكتبش هنا واحد لا فيتاس فين هي اوميغا تي لا ديريفي قلنا بارابور او طون هنايا الا درت لا ديريفي بارابور ا اكس هنا تجيني ار هنا كا قلنا فوا اكس دونك تجيني موان اي كا دونك هادشي تخرب قليا بلاتي راجع ليكسبريسيون ها هي ها هي هنايا موان اي اوميغا تي دونك نعاود لكم غير هادشي بشويه دونك شنو غادي يلاحظ يلاحظ بان هذه الا درت لها لا ديريفي هذه قلنا لك لوند بلان درت لها لا ديريفي بارابور او طون تجيني هي اي
اوميغا في. درت لها لا ديريفي الاولى بارابور ا اكس باش نمشي غير بشويه، اتجيني موان اي ك فوا في، ياك بارابور ا اكس تجيني موان اي ك فوا في. زدت لها لا ديريفي الثانيه ارتبط لها عاوتاني واحد موان اي ك، دونك الا زدت لها لا ديريفي الثانيه دونك هادي نزيد لها لا ديريفي الثانيه بارابور ا في، ارتبط لي واحد موان اي ك عاوتاني واحده اخرى، دونك تجيني هي موان اي ك او كاري فوا في. دونك شنو هي؟ دونك شنو تجيني؟ تجيني بأن لا ديريفي او كاري بارابوا اكس ايتيغال لموان او كاري، دونك تبقى لي واحد موان كا او كاري فوا في. دونك شنو كنلاحظ؟ كاينه واحد العلاقه بين لا ديريفي بارسيال بارابوا او طون ولا ديريفي او كاري بارابوا في، حيت هنا عندهم جوجهم في. هنا غادي يحاول يدخل هذيك لا كونستانت دو بلانك باش يريغل لي ديمونسيون، وغادي يستنتج بانها هي ليكواسيون ديال شرودنجر. دونك هنا شنو يمكن لي ندير؟ شنو يمكن لي نضرب هنا في اي اتش بار؟ دونك كلي نضرب ليكسبريسيون الاولى في اي اتش بار، لا ديريفي دو في بارابور ا تي، شنو تجيني؟ تجيني اي فوا اي هي موان زان اتش بار اوميغا فوا في. اوكي، ولا غولاسيون الثانيه فاش خصني نضربها؟ عندي كا او كاري يمكن لي نضربها في اتش موان اتش بار او كارياك، عندي في لينا ليكواسيون شرودنجر، راه كندور كون في هادشي ليكواسيون شرودنجر هي موان اتش بار كاري سور دوزيام، موان اتش بار كاري سور دوزيام، دونك كنضرب التحتانية في موان اتش بار كاري سور دوزيام لا ديريفي دو في بارابور ا اكس كاري، شنو غادي تجيني؟ نضرب في موان اجيني اتش بار كاري كا كاري سور دوزيام في. اوكي، متفقين هنايا؟ دونك شنو كنلاحظ؟ الا درت هادي راها هي لينيرجي، ياك هادي راها هي لينيرجي، و هاش بار اوميغا راه عندها ديمونسيون ديال لينيرجي، يعني بحال اي اش بار ديريفي دو في بارابور او طون بحالها بحال موان اش بار كاري سور دوزيام لا ديريفي دو في بارابور اي. دونك هنا فين كان لو جيني ديال شرودنجر، يعني غير ملاحظه نطلق منها وخرج ليا ليكواسيون ديال شرودنجر اللي غادي توصف ليا ماشي غير لي زوند بلان مي لي زوند دو لا ماتيير، يعني اللي تابعين في الميكانيك كوانتيك. دونك هذه هي الجيني ديال شرودنجر، ايروين شرودنجر، يعني راه ماشي ما كاينش ما تلقاوش ديمونستراسيون ديالها. دونك هادشي اللي قلت هنايا، بسي اللي اعتبرتها اوند بلان تعطيني هي هادي اللي هي سوليسيون، كما قلت لوند بلان راه هي سوليسيون ديال ليكواسيون شرودنجر، هي اللي بينت دابا هنايا في هاد الحساب اللي درت، راه بينت بان اوند بلان راها سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر. و لي زوند بلان كما قلت لكم احنا ديجا كنعرفوهم، يعني ماشي شي حاجه جديده. دابا شنو خصني ندير؟ كنعرفو بان لي زوند ماتيير كتحقق فيهم واحد لا غولاسيون اللي هي سميتها لا غولاسيون نورماليزاسيون. لي زوند بلان مفيهمش لا غولاسيون نورماليزاسيون، حيت فاش كنخدم في الكتروماتيزم مكناش كنهضرو على ليكواسيون ديال نورماليزاسيون، مي الكوانتيك اللي جات ليا بهاد لا غولاسيون جديده ديال لا نورماليزاسيون. علاش نورماليزاسيون؟ حيت كنعرفو بان بسي راه عندها اون انتربريتاسيون بروبابيليست، يعني عندها علاقه بالبروبابيليتي. وشنو قلت لكم بروبابيليتي؟ مثلا جمعتي البروبابيليتي ديال واحد السيستيم كامل، الاحتمالات الممكنه كامله تكون هي واحد، يعني خصها ضروري نزيدو لها هذيك لا كونديسيون. دابا من بعد ما شفنا لوند بلان، دابا غادي ندوزو لوند بلان مونوكروماتيك. كما قلت اون سوليسيون دون بارتيكول، سيت سوليسيون ني با اكسبتابل فيزيكمون، هاد ني با اكسبتابل فيزيكمون. ديجا بينتها في الكور ديال الميكانيك كوانتيك واحد، ما غاديش نحاول نبينها دابا. علاش؟ حيت هادي ني با نورمي، يعني الا حسبت لانتيغرال ديال بسي او كاري دي دو في غادي نلقاه هو لانفيني. وانا شنو قلت لكم؟ خص لا كونديسيون نورماليزاسيون راها كونديسيون نيسيسير باش تكون اون اون دو ماتيير، متفقين؟ دونك شنو غادي دابا نديرو؟ غادي نحاولو نموديفيو هاد ليكسبريسيون هادي، نحاول غير نموديفيوها باش نردوها نورماليزي. كي غادي نديرو نورماليزيوها، غادي نسيبوزيو بان نزيدو واحد الفونكسيون كي ديبون دو كا، ونزيدو واحد لانتيغرال موان لانفيني بلوس لانفيني. وهادي راني ديجا بينتها بانها الا درت لها لانتيغرال، عاود درت لانتيغرال على اخ، كنلقاها بان نورمي. هذا كيتسمى لو باكي دونت. دونك شكون اللي غادي يوصف لنا دابا الحاله ديال لا ماتيير او لوند الموجه اللي تابعه لا ماتيير؟ هما لي زوند لي باكي ديال لي زوند. علاش باكي ديال لوند؟ انا شنو كتلاحظ؟ درت لانتيغرال موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني على كا، يعني درت لانتيغرال على لي كولور كاملين، حيت كا عندها علاقه بلانتا.
تنساوش بانك عندها علاقه بلاند. لاند هي لا كولور ديال الموجه، يعني هنا بحال انتغريت على لي كولور كاملين. الباكي دون نورمالمون كنرمزو له شي حاجه بحال هكا، هو اللي غادي يوصف ليا هنايا. دونك الباكي دوند هو الوصف الحقيقي او اللي قريب للحقيقه الموجات ديال لا ماتيير. دونك كتكون شي حاجه بحال هكا، هذا هو الباكي دوند. دونك هذا هو لو باكي دوند. ليكسبريسيون ماتيماتيك ديالو هي لانتيغرال موال لانفيني بلس لانفيني. هادشي راه كامل جاي لي من المات، اكسبونونسييل موان اي اوميغا تي موان بيان سور كار. دونك هذه هي الاكسبريسيون. هنا كتزيد هذيك الكونستانت، هذيك الكونستانت هي اللي غادي تنورميلي يا هادشي كامل، هي ان سور دو بي اش بار دو ان سور دو بي 3 دومي. دونك هذا كيما قلت باكي دوند و جي دو كا هما لي بوا ستاتيستيك، يعني اشاك كولور عندها بحال اللي قلتي واحد الاحتمال باش تكون. دونك هاد جي دو كا هو اللي كيتسمى لو بوا ستاتيستيك دو لانتيرونسيون فيكتور دوند كا على سوليسيون. اها دونك هاد كيما قلت لكم هاد جي دو كا هما البروبابيليتي. مثلا عندي واحد لا كولور، هذا راه فيه لي كولور كاملين ياك، حيت درت لانتيغرال على لي كولور كاملين. مي كاينين واحد لي كولور مثلا هذا اللي هنايا في الوسط نعتبره هو لو كولور الزرق، عنده واحد البروبابيليتي كبيره باش تاخذوا لا بارتيكول. دونك البروبابيليتي ديالو مثلا هي جي ديال كا واحد. البروبابيليتي مثلا ديال الاحمر، مثلا الكولور حمراء هي هذه اللي هنايا، شنو كتلاحظوا الوسع ديالها صغير، يعني الاحتمال ديالها صغير، يعني ناسوسي ليها واحد جي دو كا دو. دونك بحال اللي قلتي هاد جي دو كا هما لي بروبابيليتي باش تكون واحد لا كولور او لو باش تشارك في سبيكتر توتال ديال الباكيت. ندوزو نهضرو على فيتاس لي كرو فيتاس دو فاز، ديجا هضرت عليها. رجعوا للفيديو الكور ديال اس ان تلقاوني هضرت عليها. دونك الا كانت عندي واحد لونت بلان اللي هي هادي، في كتسمى لا فاز ديال لونت والعلاقه. دونك لا فيتاس دو فاز ديفينيسيون ديالها هي لا فيتاس دو ديبلاسمون ديال لي بلان. مثلا الا عصابات اونت بلان، هاد لي زونت بلان راهم كيديبلاصاو، الفيتاس دو ديبلاسمون ديالهم هي هاد لا فيتاس كتسمى لا فيتاس دو فاس. دونك العلاقه ديالها هي كندير دلتا ار على دلتا تي كتعطيني هي اوميغا سور كا. دونك هادي هي لا فيتاس دو فاس، عقلوا عليها هي اوميغا سور كا. لا فيتاس دو كروب تكون هي الديريفي د اوميغا بارابور اك، يعني لا فارياسيون ديال اوميغا بارابور اك. كاين علاقه بين هاد جوج، احنا نشوفوها. العلاقة بين هاد الجوج هي هادي بوغ لا بارتيكول ليبر. دونك نبداو بالحالة ديال لا بارتيكول ليبر، لا فيتاس دو فاز كتكون كيما قلت لكم هي اوميغا سور كا. شنو هي اوميغا؟ انا غير عوضت هنايا اوميغا. دونك كتجيني هنايا هي بي سور دوزيام اش بار كا سور دوزيام. دونك انا عوضت غير اوميغا بالقيمة ديالها. دونك شنو غادي تجيني؟ لا فيتاس دو فاز هي في سور دو. اللي حسبت لا فيتاس دو جروب اللي قلت لكم هي لا ديريفي دو اوميغا بارابور كا، دونك هي لا ديريفي دو اوميغا بارابور كا. يمكن لي نعوض هنايا اوميغا، كنعرفوا بان عندي علاقه ما بين او اوميغا. دونك او هي اش بار اوميغا، دونك ديت او هي اش بار ديت اوميغا. دونك ديت او سور ديت كا هي ديت سور ديت كا. اوكي دونك يمكن لي نكتب ديت اوميغا بارابور كا هي ان سور اش بار ديت او بارابور كا. دونك يمكن لي نعوضها هاد ديد اوميغا سور ديد كا بهاد القيمة ديالها اون فونكسيون ديال او. الا خدمت في 3 ديمونسيون، يعني الا اعتبرت كا اكس وكا ايكا وكا زيد، خصني ندير لوبيراتور ان ابلا، يعني لي ديريكسيون كاملين اعتبرتهم. بوغ لا بارتيكول ليبر كيما قلت لكم كنعرفو بان او ديال لا بارتيكول ليبر قلنا بيغمون سينيزيك، يعني هي اش بي او كاري سور دوزيام او كاري، يعني هي اش بار كاري كا او كاري سور دوزيام. و الا درت الديريفي ديال هادي دي او سور دي كا، شنو تجينا؟ تجيني اش بار كاري سور دوزيام فوا دو كا فوا دو كا. غتمشي لي هاد جوج مع هاد جوج غتبقى لي هي اش بار كاري كا سور ام. دونك هادي هي لا ديريفي دو او بارابور ا كا. دونك هادشي لي درت هنايا فين هي. وما تنساوش عندي واحد الاشبار هنا اللي غادي نقسم عليها، دونك كتبقى لي غير اش بار كا فين هي اتبقى لي غير اش بار كا سور ام. دونك هادي هي، وهادي هي لا فيتاس ديال لا بارتيكول. دونك لا فيتاس ديال لا بارتيكول هي لا فيتاس دو كروب بالنسبة لأون بارتيكول لي هي ليبر.
Donc, a-t-il dit la remarque pour une particule libre, la vitesse du groupe coïncide avec la vitesse de déplacement de la particule. D'abord, nous avons une particule dans un potentiel indépendant du temps. Et V ne dépend que de R. Okay? Donc, l'hamiltonien ou l'énergie totale, ce qu'on dit, l'énergie cinétique plus comme l'énergie potentielle. VR, potentiel indépendant du temps, la dérivée partielle par rapport au temps est égale à 0. L'équation Schrödinger, H bar, la dérivée par rapport au temps, d'il psi, que H psi, H prime, bien sûr. Donc, on a dit la supposition. On a supposé la chose. Parce qu'il y a un potentiel indépendant du temps, c'est psi de R de T, il me séparer. Il y a un chaque juste des fonctions, le produit des juste des fonctions. Fonction qui dépend des codes de l'espace, ou la fonction de ne dépend que du temps. Donc, il y a psi qui est à l'échelle, ou la fonction temporelle, qui est F de T, qu'on a exponentielle moins i e t. D'abord, on a t d n. Normalement, parce qu'il y a le potentiel indépendant du temps, une psi qui est à l'échelle, une fonction du temps fois une fonction de l'espace. Car je vais l'équation sur Schrödinger, la fonction du temps, il y a l'exponentielle moins i et sur h bar, c'est ce qu'on a démontré à l'équation. Donc, je vais chercher un argent, psi, l'équation de Schrödinger, je vais chercher un argent, la démonstration. Comme ih bar, la dérivée partielle par rapport au temps, je vais chercher d'abord psi, comme il y a phi de r, fois l'exponentielle moins iet sur h bar z qu'est-ce que c'est moins h bar carré sur 2m nabla de r dl outani phi de r là-bas il y a un autre psi prime ça exponentielle moins iet sur h bar elle dit indépendant du temps que la trache donc elle dit ih bar phi de r, où je n'ai la dérivée du temps, dit moins i e t à la h bar, à travers les de moins i e sur h bar. Ok, on se prend l'exponentielle moins i e t sur h bar est égal à moins h bar carré sur 2m. Nabla de r, il y a les dérivées sur l'espace. Un âme si nabla au carré, normalement nabla au carré. Un âme qu'elle a dû bien le terme indépendant de l'espace. Ça oui, me coulez charge. Donc on se prend les phi de r. Fois adhéra kharjat, fois exponentielle moins i t sur h bar. Donc, hada yimk le litre, c'est lié à hada. Donc, je n'aurai dit djini. L'équation, il y a i fois i, il y a moins 1. Donc, djini, il y a h bar e, h bar, c'est lié à hada, h bar linéaire. Donc, je prends h bar e fois phi de r. Ok, qu'est-ce qu'il y a moins moins h bar carré sur 2m delta phi r donc on dit on a fait une zid de 7 donc on dira c'est h bar donc on se rappelle je n'ai que l'ingol bien 2m e sur h bar carré phi de r plus delta phi de r est égal à 0. Hadi kansmiwa donc chou katlahdou hnaï ma عنديش le temps yak ma عنديش le temps. Hadi ktsma cas particulier de l'équation Schrödinger, il y a l'équation Schrödinger stationnaire. OK. Donc hadi hi li ghadi nhawlou nbinou ou deuxième e sur h bar carré tkoun hiya k. Donc hadi kwa k. K au carré ya rbi. Hita ma tnsaouch hadi chnou عندكم je vais me dire k au carré, il y a 2m e sur h bar carré. Donc, je vais me dire l'équation, on dirait delta phi r plus k au carré phi r est égal à 0. Si bien sûr, l'énergie est positive. Il y a un état, je suis lié. Donc, il y a l'équation que je vais me dire stationnaire, il y a Schrödinger, ma عرفتش نزيد نوقف الفيديو هنايا ولا نزيد نكملو نخليو هادشي هنايا باش ما نزيدش نطول الفيديو دونك نتلاقاو الفيديو الثاني.
غادي ندخلوا الحلقه على الشابتر الثاني دونك تشاو تشاو.